بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. شوط الأبكار الصعوب الثالث تعلن انطلاقتها. ثالث انطلاقات أشواط الصعوبة يعتبر الشوط الثاني هذا للأبكار. نتمنى التوفيق للجميع ونسير وياكم ونتابع اللي قايده المسيرة. وماخذه المركز الأول هملولة حامد بن ناصر النعيمي من أعلن انطلاقة هملولة إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدي الكرام إشارة المملوكة لمحمد بن عبد الله الصيعري، لكن دخول من الشاهينية محمد بن عبد الله بن بدر العامري استلمت المركز الأول. خطوة المركز الأول الشاهينية مع أبو بدر، السيطرة التامة بمتابعة راعي ضباء أحمد بن محمد بن بدر يسيطر إلى مقدمة الشوط. من يقدم الشاهينية يسيطر السيطرة التامة. نتراجع يا أبو خالد، ناخذ المركز الثاني، نخلي الشاهينية بحالها ما شاء الله، لكن الجمهور ضاغط علينا من المناطق الخلفية. بن بدر راح بالشوط الثاني مع النعيمي، الثالثة والرابعة مع طالب الجابري. يعطيكم لقطة للأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ونعود مع الشاهينية محمد بن عبد الله بن بدر العامري. السيطرة التامة، قامت راس وبتنهي الشوط راس. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن بدر، والتهنئة لحمد بن محمد بن بدر العامري. نهني على فوز الشاهينية بالمركز الأول. هناك بن حم غادم عبد الله بن صقر بن حم بجبار إلى المركز الثاني جبارة، لكن بن بدر هو الأقرب للفوز. بن بدر هو المسيطر، بن حم غادم، لكن خلاص ما بيسلم بن بدر في اللحظات الأخيرة. قادها منذ البداية وحتى النهاية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري، نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول بهذا الشوط. تصل لخط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار الثاني لعبد الله بن صقر بن حم. الثالثة مشاهدينا الكرام إلى قناه خط النهاية. التوقيت 2:30. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن بدر على فوز، نهني على فوز الشاهينية بالمركز الأول بهذا الشوط.